في الآونة الأخيرة زاد الطلب عندنا على الوحدات السكنية أو الشقق غرفتين وصالة، فطلعنا اليوم نصور لكم فيديو جميل جداً لوحدات سكنية غرفتين وصالة مقابل البحر في منطقة أرسين، إطلالتها رائعة جداً وعندنا عدد جيد من الوحدات السكنية في هذا المجمع، مجمع متكامل الخدمات مقابل ساحل أرسين المعروف في مدينة طرابزون. الخدمات اللي موجودة داخل المجمع عندنا ألعاب الأطفال بالإضافة إلى الجلسات العائلية، وما ننسى أيضا وجود بوابة إلكترونية وكاميرات المراقبة، خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع. هذا بالإجمال الخدمات الداخلية. الخدمات اللي بالقرب من الموقع عندنا سوبر ماركت يخدم المنطقة ككل، وساحل أرسين هذا شيء معروف بالإضافة إلى المطاعم السياحية اللي موجودة على الساحل، وما ننسى أيضا جواهر مول جدا قريب من هذا المكان، نقدر نقول تقريبا 10 دقائق وإحنا في جواهر مول، وميدان طرابزون تقريبا 20 دقيقة. يعتبر منطقة مرموقة وحيوية بالإجماع. وصلنا جماعة الخير الدور الثامن، بنصور لكم اليوم شقة غرفتين وصالة مساحتها 120 متر مربع. في كل بناية موجود مصعدين، المصعد اللي بجوار الشقة اللي طلعنا منها هذا المصعد الأول، المصعد الثاني موجود في الطرف الآخر. داخلية الشقة من هنا. أحلى شيء في الموضوع إنه المنطقة وصل لها الغاز والمجمع أيضا وصل الغاز، يعني الشتاء القادم راح يكون التدفئة شغالة في المجمع. شقة مساحتها 120 متر مربع، غرفتين وصالة، إطلالتها خيالية. داخلية الشقة زي ما قلت لكم من هنا، كوريدور شقة مرتبة بترتيب جدا جيد، نقدر نحط الدولاب الخاص بالأحذية في هذا الجهة، ويميننا على طول الصالة. بس قبل ما ندخل الصالة عندنا دورة المياه الأولى. نظام دورة المياه جاي قسمين، قسم مغسلة والقسم الآخر دورة المياه. ندخل الصالة، لو تلاحظوا نظام الصالة جاي منطقة مفتوحة على الصالة على طول. نظام الصالة والمطبخ نظام مطبخ أمريكي مفتوح على جهة الصالة زي ما انتم ملاحظين. مطبخ جاي نظام L، دواليبها راكبة وجاهزة، والشقة صفر ما تسكنت. حتى موجود تمديدات المكيف موجودة في الصالة في غرفة النوم الرئيسية. مساحة جدا ممتازة، مساحة الصالة 30 متر مربع. زي ما قلت لكم التدفئة موجودة والغاز داخل للمجمع. واجهة الصالة واجهة فرنسية، إطلالة الخيالية، إطلالة البحر زي ما انتم شايفين، وإطلالة المدينة. تعتبر من أحلى الشقق إطلالة وموقعا. يعني عندنا في المجمع هذا عدد جيد من الوحدات السكنية. مساحة الصالة جيدة، نقدر نوزع جلساتنا بالشكل اللي نرغبه مقابل المطبخ، وتكون أحلى إطلالة في هذا المكان. تعالوا مع بعض نطلع للبلكونة الرئيسية للشقة.
بلكونة الشقة الرئيسية هذه هي مساحتها 2 متر في تقريباً أقدر أقول 6 أمتار، وإطلالتها الرائعة على البحر، إطلالة خيالية مميزة. ممكن تلاحظوا في الفيديو أن البناية هذه إذا أقيمت، حتى إذا طلعت البناية هذه، الإطلالة الجانبية هذه إطلالة البحر مضمونة عندنا في هذه الجهة الجانبية. مساحة ممتازة جداً، نقدر نحط أجهزة التكييف في هذا الجهة، والمساحة الكبيرة هذه كلها استغلها بجلسة رائعة جداً بالإطلالة الجميلة. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. أديناكم تفاصيل الصالة ودورة المياه والمطبخ الأمريكي المفتوح على الصالة والإطلالة الخيالية لهذه الشقة. حالياً أنا موجود في منطقة الكوريدور، داخلية الشقة من هنا، وعندنا كوريدور وتوزيع الغرفتين الباقية من هذا الشكل. يساراً على طول عندنا دورة المياه الرئيسية، مساحتها ممتازة ومزودة أيضاً بالشفاطات، يعني حاجة جيدة أن تكون شفاطات، والشفاطات ترى جاية بالموية الحارة كمان، يعني شيء ممتاز. مكان غسالة الملابس والمغسلة والدش، أماكنها مرتبة. نجي هنا على الغرفة الكبيرة، نقدر نستغلها بهذه الغرفة، غرفة النوم الرئيسية، غرفة الماستر. مساحتها 5 × 4، تعتبر مساحة كبيرة في غرفتين وصالة، 20 متر مربع. إطلالتها جاية إطلالة خلفية على الجهة الغربية للمجمع، ومساحة الشقة أو مساحة الغرفة هذه، مساحة غرفة الماستر، ممتازة. نقدر نوزع غرفة النوم بالطريقة اللي يعجبنا. بجوار غرفة النوم الرئيسية عندنا غرفة الثانية. الغرفة هذه كمان مساحتها 16 متر مربع، 4×4 تقريبا، ومساحتها أيضا تعتبر مساحة مش كبيرة، جيدة. نستغلها مثلا للثلاثة أسرة أو للسريرين فردية، وإطلالتها أيضا زي غرفة النوم إطلالة غربية على المجمع. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن هذه الشقة، أرجو يكون المحتوى نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجوكم المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونا في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.